اختي هاد السيده كنا تزوجنا على سنه رسول الله بلاد واحد جارتنا شفتها. المهم دوزنا واحد قول شي 16 سنين دوزناها تكوننا واحد ثلاثه د الوليدات غادي كيكبروا. لا ما كانش خدم ما كانش كنخليها تخدم. شويه جات قالت لي غادي نخدم في الصالون. قلت لها داك الصالون ممنوع راه على الوليدات اللي كاين اللي كاين. قالت لي لا انا غنخرج نخدم. مشات خدمات في داك الصالون. شويه السيده ولات كتبدل في اللباس ديالها، تبدلات في التصرفات ديالها، تبدلات بزاف ديال المواضيع تبدلات فيهم. المهم واحد النهار هزيت التليفون لقيت فيها واحد الجزائري كيهضر معاه، هو اللي كيعمر ليها راسها، هو شنو غندير ليك، وكيصيفط لها في الفلوس بزاف ديال الحوايج. هادشي كله في الميساجات تيقولني شحال كلشي باقي عندي. مشيت درت الشكايه عند وكيل الملك عين سبع. الشكايه بان هو ها اللي كاين جت لهنا دفعتها. المهم خليت داكشي. قالت لي راه غادي نطلق. قالت لي ما بقيتش بغيت، انا باغي نطلق، باغي ندير الفلوس. مشات دار الطلاق، هي بغات تطلق راسها. ها بنتي الله يهديك، دخلوا العائله، دخلوا الناس، بزاف ديال الناس اللي تدخلوا. مشات طلقات راسها. وكانوا عندي الشكايات كتقول لي ما تدفعهمش. قالت لي راه غنطلقوا واحد الشهر وغنتراجعوا، ديال اللي كنت غندفع انا ودوك تصوروا شي اوديات وهداك الشيء. قالت لي ما تدفعش داك الشيء. تصور فيهم واحد الشخص وهي والاوديات. اوديات لا، هذاك الاوديات فيهم بزاف ديال بلا ما داك الاوديات صافي. المهم جات عطاوها برا في المحكمه. جا واحد النهار ديك 3 شهور ديال كورونا، بقيت انا قسمت لك فمي بالله وربي شاهد عليا الى ديك 3 شهور وانا كنتقاتل على ولادي ونوكلهم ونشرب. يومنا هذا وباقي كنا. المهم داز واحد العام طلقنا صافي. مشات بدات كتعيط عليا المحامي ديالها كيقول لي اجي فاري معانا، راه عندك القد والقاد، عندك 3 مليون، عندك هادي النفقة. قلت لهم انا حاليا ولادي راه باقيين معايا. قلت لي انا هذوك الوليدات راه معيشهم انا في الزنقه، معيش هذوك الوليدات في الزنقه، كناكل معاهم ونشرب معاهم. كنجي عندهم كيقول لي بابا ما كليناش، بابا فينا الجوع، كنوكلهم في الزنقه، كنلبس لهم الحوايج، كنشري لهم الحوايج كله من راس حتى راس بثلاثه بهم. الا كذبت ها الناس اللي كناخذ عندهم، ها الناس كلشي غادي تشهد على هذيك السيده. المهم سيدي ما عليناش، ولادي وليت كنجي كنلقاهم مكرفسين، عندي الدراري هما كلشي مسلين، واحد عينو مزرقه، واحد سنانو طايحين، ها هما عندي. المهم كنشوف ديك الحاله، الدري ولا واحد النهار هو يعيط عليا قال لي بابا راه واحد جزائري راه جا كيدينا من الدار، وانا وماما كيديهم من الحديقه ديال الحيوان ديال عين السبع. صيفط لي ولدي الاوديات كلهم، تصور ها هما التصور ديال الحديقه كلهم عندي باش كيخرج هذاك السيد. وهذيك السيده انا ما عندي، مازال ما ندير بها، باغي ولادي، باغي نعيشهم بالحلال، باغي نموت معاهم. هذاك الشخص ماشي هو ولد بلادي، الجزائري. هاد النفقه لمن غنعطيها؟ نعطيها لهم بجوج، نعطيها للجزائر وهي يعيشوا بها. انا في هاد الساعه كنطلب ولادي، باغي ولادي. كيتشردوا في هاد البلاصه، هاد البلاصه كيتشرد. هذوك الوليدات ولو كيتشردوا في الزناقي اللي كيتلاقى معاهم شي واحد عينو مزرقه، شي سنانو طايحين، ها هما تصور عندي كلشي عندي باش تشوفوا السنان ديال الدري كيفاش طايحين وكيفاش الاخر عينو زرقاء. انا كنتمنى هذا الشيء للسلطه ديال الولفه وديال الحي الحسني ياخذوا لي حقي من هذا الشخص وهذا الشخص هذا السيده. حيت باش ولد البلاد الجزائري كيجي يضحك علينا في بلادنا، حيت هي ولات كتمشي مع الرجال، ماشي كتمشي معاه من والو، كيما كان كتمشي معاه. ولادي ولاو مراد من هادشي، كيقولوا لي بابا بغينا نمشي معاك انت، ما بقيناش بغيناها هي. كيقول لي ما بقيناش بغينا نشوفوها. واحد النهار جيت عندهم انا قال لي بابا غنمشي نجيب حوايجي، قال لي الدراري قال لي غنمشيو نجيبوا حوايجنا نمشيو معاك. اقسمك بالله وهاد الناس ها الا كنديهم الا كندوج لهم في داري كنلقاهم بحال اكفس حاجه، وكنديهم ندوش ليهم ونوكلهم ونشربهم.
ديما كنتقدى ليهم ديما معمر ليهم، واني هي ما استقاتش كون كانت مرا وكانت هادي تريح في دارها نهز ليها المسؤوليه ديالها كلها، نهز ليها المسؤوليه ديالها كلها نهزها ليها. انا وشيرشي دابا كتعيط كل نهار كتعيط عليا كتقول لي البوليس راه غنجيبهم ليك للدار، راه غندير من غنعطي هاد وهاد النفقه لمن غنعطيها؟ نعطيها للعاشق ديالها، نعطيها للعاشق ديالها. ولادي راه كنوكلهم يومين هذا، يومين هذا عايشين معايا، عايشين معايا في الزنقه، نغديهم ونفطرهم ونعشيهم يومين هذا. واللبس راه ربي شاهد عليه، الى اللبس ديالهم كلهم. السلطه ديال الولفه وديال الحي الحسني ياخذوا لي حق فهاد السيده وهاد السيد اللي خربق لي حياتي. انا هاديك السيده ما عندي ما ندير بها مازال، بغيت وليداتي يعيشوا معايا بالحلال، ما بغيتش وليداتي يهزهم واحد يمشي يدور بهم وانا نطرمها في الزنقه. ما اي واحد ما يتقبلهاش، اي واحد راه ما يجيش يهز لي واحد ولادي يبدا يخرج. بغيت وليداتي نعيشهم بالحلال.